تعالى وبركاته. اهلا بكم. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم غادي نخدم معكم واحد القنبوره ديال الدار او بيجامه الدار، كما كل واحد كيفاش يسميها. اليوم جبت لكم غادي نديروا الخدمه ديال الكول داير بواحد الزواقه اللي هي جديده، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتبقاو معايا حتى الاخر باش تلاحظوا كيفاش غادي نخدموها. هاد الثوب ديال الصيف كما غادي تقولوا لي دابا راه حنا باقي على الصيف، لكن انا دائما كنوجد الكنادر او البيجامات ديال الدار كنوجدهم في المشتى بحكم الخدمه كتكون عندي في الصيف كثيره، وفي الوقت في الاخر ديال الصيف كيكونوا ثواب زوينين كيكونوا غاليين، لكن من مورا الصيف كيديروا لهم بروموسيون. مثلا هاد الثوب كان كيدير 80 درهم، من بعد رجعوه ب 50 درهم، انا خديته في اخر برومو ديالو غير ب 30 درهم، ماشي ديالي، ديال الاخت ديالي، وغادي نخدموا ليها. دائما كنقول ليها نخدم لك في المشتى حيت في الصيف ما كيكونش عندي الوقت بزاف، وفي نفس الوقت غادي نصوروا معكم وتشوفوا الطريقه ديال القنبوره ديال الصيف كيفاش غادي نبداوها وكيفاش غادي نساليوها ان شاء الله. على بركه الله غادي نبدا نشرح لكم الطريقه ديال الخدمه. كما كتلاحظوا انا جمعت الكتاف على هذا الشكل ونبلت الثوب ودرت ديك الحبيك على الثوب كما كتلاحظوا، الحبيك العادي بلا ما نعاودو معكم، كنت درتو لكم في الدروس السابقه. وكنحتاج جوج ديال الصابرات، دائما كندير جوج ديال الصابرات، ما كنخدمش انا بالحرير المبروم، انما كنخدم بالصابره وكنخدم جوج في مره، كل واحد على أربعة يعني بثمانية، باش كتجي الخدمه واقفه وباينه. وكروتشي سبعة، كروتشي سبعة. وغادي نبدا معكم هنا بعد ما كملت كما كنقول لكم الحبيكه على الثوب على هذا الشكل. غادي نبدا الخدمه ديالي، كنطلع بثلاثه ديال السلاسل على هذا الشكل، كنقلب الخدمه هكا وكنرجع كنعمر هاد كل الحبكه كندير فيها اعمده على هذا الشكل. كل حبكه فوقها عمود، هذه هي اللي غادي ضروري القندوره اللي كتقلبيها ضروري من هاد الخطوه ديال الاعمده فوق الحبيك الغراز حشو اللي درت في الاول. اذا كما كتلاحظوا هنايا غادي نمشي بهاد الخدمه حتى نوصل هنا، وغادي نشرح لكم حيت هذه فيها الزياده حتى هي في هاد البلايص وفيها الزياده حتى هنا باش تقلب لينا الخدمه. غادي نكمل حتى لهنا ونرجع نوريكم. هنا بعد ما كملت الاعمده ديالي اللي بديتهم من الظهر ديال القندوره، اخر هنايا اخر ثلاثه هما اللي غادي نزيد فيهم كما كتلاحظوا، واحد جوج هنا الثالث، غادي ندير كل غرزه غندير فيها جوج ديال الاعمده على هذا الشكل. ها هو العمود الثاني، كذلك العمود الثالث، جوج ديال الاعمده اللي غادي ندير فيهم. هنا غنزيد اربعه ديال الحبيكات هما اللي غندير فيهم جوج الاعمده كما كتلاحظوا، واحد جوج ثلاثه اربعه، وغادي ندير اعمده عاديه، نمشي بالاعمده، نتمنى يكون واضح وحتى الصوت يكون مسموع. بعد التعاليق قالوا لي راه زيدي لنا شويه في الصوت راه ما كنسمعوكش مزيان، ما رديتش البال. كما كتلاحظوا هنا واحد جوج ثلاثه ديال الاعمده، هذا الرابع غادي ندير فيه غندير واحد سلسله، وغادي نرجع هنا وغادي ندير عمود كما كتلاحظوا. من بعد غادي نخدم اربعه ديال الاعمده على هذا الشكل، نتمنى يكون واضح. هانتوما واحد جوج ثلاثة أربعة، الخامس غادي ندير فيه جوج ديال الأعمدة، لكن ما غاديش نخلي بيناتهم سلسلة، هنا خلينا سلسلة لكن هنا ما غاديش نخليو سلسلة، هادي غير باش كتساعدنا أننا نقلبو الخدمة وما كيجيناش الخدمة
يعني دايره مزيره ولا مجموعه. كذلك غادي ندير 4 ديال الاعمده على هذا الشكل كما كتلاحظوا. هيا 1 2 3 4. الخامسه غادي ندير عمود وغادي نخلي سلسله بيناتهم وغادي نرجع لنفس المكان وندير عمود كما كتلاحظوا. كذلك غادي ندير 4 ديال الاعمده على هذا الشكل. واحد جوج ثلاثة أربعة. هنا غادي ندير الخامس غادي ندير فيه جوج ديال الأعمدة لكن ما غاديش نخلي بيناتهم سلسلة. كما كتشوفوا هنايا البداية كنبداو بهذيك اللي كنديرو فيها سلسلة، كنحسبوا 4. الخامسة ما كنديروش بيناتها سلسلة لكن كنديرو جوج ديال الأعمدة في نفس المكان. كذلك كنديرو 4 ديال الأعمدة، كنجيو كنديرو اللي بيناتهم سلسله. دابا هنا خدمت 4 د الاعمده، هذه ما درتش بيناتها سلسله، غادي نزيد 4 د الاعمده كذلك. نتمنى تكونوا فاهمين الدرس. كما كتلاحظوا 1 2 3 4. الخامس هو اللي غادي ندير فيه جوج ديال الاعمده بسلسله بيناتهم. ها هي درت سلسله وغادي نرجع هنا. اذا نتمنى يكون واضح. غادي نكمل كامل حتى نوصل لهنا. كذلك غادي هنايا غادي نجي ندير بحال هذا الشكل. نتمنى غيجي الحساب هو هذاك، غير غادي تحسبوا في الاول وغادي تعرفوا كيفاش ديروا، يعني غتحسبوا شحال غادي تخليو ما بينهم وما بينهم، وان شاء الله غيجيكم الحساب هو هذاك. فاش غادي نرجع نوريكم كيفاش غنعمروا هنايا وكيفاش غنخدموا دوك الوريضات. اذا كما كتلاحظوا بعد ما كملت هذه الدوره كامله بديك الشكل اللي وريت لكم، كنجيو حتى لهذه البلاصه هنايا، ما كنقطعوش الخيط، كندوزو بالغرز حشو حتى كنوصلوا هنا. هذيك البلاصه اللي كنا كنديروا فيها جوج ديال الغرز حشو اللي كنخليو بيناتهم سلسله، هي اللي غنبداو دابا نعمروها. هذه كنخدموها عادي، الحبيك عادي، لكن فاش كنوصلوا لهذه اللي خلينا اللي كنا كنخليو بيناتهم سلسله هي اللي غادي نخدموها. غادي نوريكم كيفاش. هنا اخر جوج ديال الغرز غادي ما نخدمهمش وغادي نلوي الخيط على الكروشي وغادي نجي نعمر هنا 8 ديال الاعمده كما كتلاحظوا على هذا الشكل. 3 4 5 6 7 8 على هذا الشكل كما كتلاحظوا 8 ديال الاعمده اللي كنعمروا باش كتجينا هذا الشكل ديال وريضه او ببوشه او كما كتشوفوا، كل واحد كيف كيقول ليها. كنجي كنخلي هذه 1 2 كنجي هنا للثالثه وكنضرب كندير غرزه حشو 1 كندير 2 3 4 5 6 7 8 اللي كندير ما بيناتهم كما كتلاحظوا. كنلوي الخيط على الكروشي كنخلي هاد اخر جوج ضربات وكنبدا كنعمر على هاد الشكل 1 2 3 4 5 6 7
8. بعد ما كنديروا 8 كنخليو هذه واحد جوج، وكنجيو للثالثه وكنديروا غرزة حشوة كذلك، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. هنا بعد ما درت 8 كنخلي عاود هاد جوج وكنجي وكنعمر هنايا. اذا كما كتلاحظوا كنعمر عاود هنايا 8 وكنمشي بنفس الشكل حتى نكمل الدوره ديالي كامله حتى لهنا. اذا بعد ما غادي نكملها ونرجع معكم باش نشوفوا شنو غنديروا فوقها. اذا بعد ما كملت داك الدرس الصغير الاول اللي عمرنا دوك الخويه اللي كنا خلينا بابي الاعمده، بعد ما عمرنا فيهم 8 كملت كل شيء. كنجي حتى لهنا، هنا ما كنديرش، هنا كنخليه عادي سامبل، كنمشي غير بغرز حشو حتى كنجي هنايا. هنا بديت كندير هذا الاعمده اللي كيجيو فوق هذا الدرس الاولاني، هذه باش كيكبروا هاد الوريضات نتاعنا كيكبروا. كما كتلاحظوا هنا كنجيو هنا كنخليو اخر جوج ديال الغرزات وكنبداو نخدمو. انا غنوريكم هنايا خدمت شويه قبل حيت في الليل ما بغيتش نصور ما كيبانش مزيان. كما كتلاحظوا هنايا كنخليو هاد جوج غرز هنايا، كنبدا كندير على هنايا في اول عمود كندير جوج ديال الاعمده، جوج ديال الاعمده على اول عمود كما كتلاحظوا بحال هذا الشكل. من بعد كندير عمود فوق كل عمود، عمود على هذا الشكل، كندير ثلاثه ديال الاعمده فوق ثلاثه ديال الاعمده، كل عمود كندير فوقه عمود، نتمنى يكون واضح. من بعد هاد ثلاثه كندير هنا كندير جوج ديال الاعمده في عمود واحد على هذا الشكل كما كتلاحظوا. من بعد غادي ندير اعمده ثلاثه ديال الاعمده فوق كل عمود، كل عمود فوقه عمود على هذا الشكل كما كتلاحظوا. من بعد اخر عمود غادي ندير فيه جوج ديال الاعمده كما بديناها كنساليوها على هذا الشكل. من بعد كنخلي العمود الاول والثاني، كنمشي للثالث وكندير غرزه حشو كما كتلاحظوا ها هي كيفاش كتجي. من بعد غادي نزيد واحد غرزه حشو، ثانيه غرزه حشو، ثالثه، يعني كنخلي بيناتهم ثلاثه ديال الغرز حشو. من بعد كنخلي واحد جوج كنجي للثالثه هنايا على اول عمود، نفس العمليه اللي درنا في الاول كما كتلاحظوا على هذا الشكل، جوج ديال الاعمده على اول عمود. من بعد كندير العمود الاول، العمود الثاني، العمود الثالث. من بعد غادي نجي هنا غادي ندير جوج ديال الاعمده على هذا الشكل في نفس المكان في نفس العمود. من بعد غادي ندير ثلاثه ديال الاعمده فوق كل عمود، عمود على هذا الشكل هذا. العمود الاخر كنضربو فيه كنديرو فيه جوج ديال الاعمده في عمود واحد في مكان واحد، نتمنى يكون واضح. كنخلي واحد جوج كنجي للثالث وكندير غرزه حشو، كذلك كنضرب غرزه حشو ثانيه، غرزه حشو ثالثه. من بعد كنرتفع كندير هنايا عمود جوج الاعمده في العمود الاول،
على هذا الشكل. جوج ديال الأعمدة هنايا. من بعد غادي ندير ثلاثة ديال الأعمدة كل عمود فوق عمود على هذا الشكل. كما كتلاحظوا ثلاثة. غنجي هنايا غادي ندير جوج ديال الأعمدة في نفس المكان على هذا الشكل. من بعد غادي ندير العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث لكل عمود فوق عمود. من بعد غادي نجي لهذا المكان وغادي ندير فيه جوج ديال الأعمدة كما كتلاحظوا. من بعد غنخلي واحد جوج، غادي نجي للثالث وغادي ندير غرزة حشو، وغادي نكمل هنايا كامل بغرز حشو لهاد الجهه كامله حتى غنوصل هنايا، ونرجعوا باش نشوفوا كيفاش غادي نديروا داك الدرس اللي كيجي من الفوق. كنكتفي بهذا القدر في هذا الجزء الاول. كنت غندير لكم غير واحد الجزء لكن جاني الفيديو شويه طويل، وقسمت لكم على جوج ديال الاجزاء. الجزء الثاني ان شاء الله غنشوفوا داك الدرس الفوقاني كيفاش غنخدموه، وغنشوفوا كيفاش غنديروا ديك الدوره الدخلانيه اللي غنديروها بالاعمده، وكيفاش نثبتوا الخدمه ديالنا على التوب، والشكل النهائي ان شاء الله. وما تنساوش دائما بالتشجيع ديالي والاشتراك في القناه ديالي، وبالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وبطبيعه الحال لي جيم ديالكم الى عجبتكم لا فيديو. الى اللقاء مع الجزء الثاني ان شاء الله.